فيما يخص رؤساء البلدية، شوف هي قدام الانتخاب هو يخرج المواطن يحوس عليه ولي يحوس عليه كي داك القطمين ولي يحوس على البشيشة ويحوس على السردينة لفاتية طلع يتنصب صاي دير طاقية الإخفاء ولي انفيزيبل ولي ما يبانش. شفنا واحد المنتخبين الدورة تاعهم يلعبوه كإداريين، يدخل من البلدية من 8 ل 12 ويمرق من 1 ل 4 ونص. الشيء هذا وما هو دور المنتخب؟ دور المنتخب وهو يخرج برا للشارع والاحياء باه يدي انشغالات تاع المواطن، باه يدي انشغالات تاع الاحياء كما كان يوعد فيهم في الحمله. رغم الماده تاع وزاره الداخليه يقولوا لهم باللي يستقبلوا المواطنين، هو عارفين روحهم باللي مزورين على المستوى الوطني، سي بور سا ماهمش يستقبلوا المواطنين، خاطر المواطن من هاك لازم ينتخب عليهم باش يلبوا الرغبه تاع المواطن. ما استقبلونيش، انا غدر كنت عند المير قال لك ماهوش هنايا، هو تما قال لك ماهوش هنايا. غير دروك راني خارج من البلديه قال لك ماهوش هنايا، هذا الاستقبال ما كاش كاع خويا، ندخلوا عند المير ما تشوفهاش كاع، كاش كاع المير ما كان لا مير لا خدمه لا والو. نهار الفوطي يولوا يحوشوا علينا، يعطونا 200 ويولوا يحوشوا علينا هاك 200 هاك 200 قد ما نفوتوا عليهم. اي السلام عليكم، قد ما يلقى في كل شيء السلام عليكم. هما غير نتاع انفسهم، هذه هي يحوشوا غير انفسهم، ما احنا ما على بالهمش بينا كاين ولا ما كاينش. هو كي يتنصب يخمم على نفسه ما على بال ولا بالبلاد ولا بالشعب. الشعب راه مسكين، قال لي ما عندوش ما مستقبل كاع، كاع ما داروش كاع القيمه والو. الشباب مقعد كل شيء كاع ما كان يسكنني والو. يقول لك مانيش دايرين النهار بتاع النهار اللي تروح ما تسيبوش. من يقبض المنصب تاعه ما تسيبهاش كاع، لي زافير والقدام لا نقا لا مناصب شغل لا والو والو والو، ما كان والو. كسمو يولي يحوسك شغل على مصلحته، مصلحتك سمو قد ما يقبض بلاصته هذا ما كان. ونقول لهم ربي يهديهم وصايا.